لين، وهيدا بيت ستي وجدي بالسور. هون ربيت وقتها كنت صغيرة، كنت اجي العب انا وقرايبيني، نطلع نعربش على الشجر ونلعب بيت بيوت، وانا كنت اطبخ واطبخ معنا انه جمع تراب وجمع ليمون واقع عن الشجر واعمل منه مجدرة. كل الولاد كانوا يلعبوا سوا وانا اقعد مع ستي بالمطبخ، اقعد اتفرج عليها كيف عم تطبخ وشو عم تعمل وروايح وشم وشوف ودوق. كتير حبيتها، من وقتها حبيت الطبخ. بيقولوا الفن ما بيحط خبز على الطاولة، بس فني بيحط خبز على الطاولة وبيحط حمص حده كمان. كيف عامل اللبنة؟ كيف عملتيها للبنة؟ عملتها بحرجة وحطها بال... تحطيها؟ بقطع لبن وبحطها بالكيس، كيس لتنشف، وبرجع بدي احرجها وبحطها بالمرتين. بتعطيها للعائلة؟ ايه، بعت لعائلة وبعت لغادة وبعت للكل. مشروعي اسمه آمنة وأجني. هيدي آمنة قاعدة بجنوب وأجني قاعدة بشمال. مشروعي هو عبارة عن فود توريزم، نطلع على مناطق على ضياع بيعملوا أكلهم الخاص، مثل ما آمنة بتعمل أكلها الخاص. منروح كلنا سوا ومنتعلم هاو الأكلات، منتعلم هاو الطبخات ومنشوف شو هن. ومش بس لحنا هون بس بسور، شو بدنا نقعد نعمل بسور؟ بدنا نروح نستكشف سياحة، مش بس أي سياحة، سياحة بالأكل. كل منطقة بتعمل أكلها. تعرفوا انه سور بيعملوا فتايل؟ سامعين بشي اسمه فتايل؟ اطيب شي الفتايل. نروح على السوق القديم فينا ناكل. هذا اللي بيميز البروجي، انه مش بس رايحين سياحه، رايحين سياحه اكل خصوصي، ونتعلم تراث كل ضيعه وكل منطقه.